بدخول الغزو الروسي لأوكرانيا عامه الثاني، لا تلوح في الأفق نهاية قريبة للصراع الذي تسبب بمقتل عشرات الآلاف وتحويل مدن كاملة إلى أنقاض، فضلاً عن تهجير الملايين وتضرر الاقتصاد العالمي. وعلى الرغم من صعوبة قراءة مسار هذه الحرب التي سيطرت فيها روسيا على خمس الأراضي الأوكرانية، رجحت صحيفة التايمز البريطانية سيناريوهات مختلفة بعد مرور عام على بدء قرع طبول الحرب. أبرز هذه السيناريوهات هي استمرار حرب الاستنزاف لعدة سنوات في ظل غياب نصر واضح أو اتفاق سلام مناسب بعدما فشلت روسيا في الاستيلاء على كييف، لكنها حققت هدفها المتمثل في منع أوكرانيا من الانضمام رسمياً إلى الاتحاد الأوروبي أو الناتو. ولم تستبعد التايمز أن يكون هدف موسكو الأساسي هو تحطيم أوكرانيا فقط واستمرار الاحتلال لتصحيح ما يعتبره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أخطاء تاريخية، عادا فكرة الدولة الأوكرانية مجرد وهم. أما السيناريو الثالث فيتمحور حول إبرام اتفاق سلام في حال سيطرة روسيا على إقليم دونباس بالكامل، لكن هذه الآمال قد تكون تبخرت مع توقيع الرئيس الأوكراني مرسوما ينص على أنه لا يمكن إجراء مفاوضات مع روسيا ما دام بوتين في سدة الحكم. بينما ينطوي السيناريو الرابع في إمكانية تجميد الصراع عبر إعلان اتفاقية وقف إطلاق النار من دون حل لأي من القضايا العالقة، وستراهن حينها موسكو على فقدان الغرب الاهتمام بالصراع الأسوأ في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية ووقف دعم كييف. بيد أن تحقيق كييف نصراً شاملاً يبدو من أقل السيناريوهات ترجيحاً، إلا أن هذا الاحتمال من المنظور الافتراضي يبقى أكثر واقعية مقارنة بسيناريو اندلاع حرب نووية، على الرغم من تهديدات بوتين المتكررة باستخدام هذا السلاح إذا تعرضت بلاده للتهديد، وهي تهديدات تراها تايمز موجهة للداخل الروسي كنوع من الدعاية.